اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج على الرايق. الرايق اللي معانا النهارده موهوب حقيقي بيشاع طاقه ايجابيه على كل اللي حواليه، رومانسي درجه اولى، حريف المشاعر، ملك الاحاسيس، كيوبيدو العشاء السينمائي. خمنتوا مين معانا النهارده؟ خمنتوا انا مين؟ استاذ تامر، لقائنا النهارده معاك مش مجرد لقاء مع فنان او سيناريست، لكن احنا حابين نقابل تامر حبيب الانسان، الحبيب، الطفل، والعاشق، الولهان. برنامج ولا اين ترعرعت ولا اين نشأ. هنلعب مع بعض لعبه. يلا. بس ممكن نحط ان اهم قاعده فيها هي السرعه، فتبقى اسئلتنا سريعه واجابتنا كمان سريعه. ماشي. مين اكتر حد رايق في حياتك؟ اكتر حد رايق في حياتي شيرين رضا. اكتر موهبه غريبه عندك محدش يتوقع؟ بحب العب بالسجارة. لو ما كنتش سيناريست كنت تحب تبقى ايه؟ يا دكتور نفساني، يا 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 مدرس لشباب مراهقين، يعني من اللي هم من 13 ل 15 16 سنه. اكتر فيلم رعب بتحبه؟ Love Never Dies. اول حب في حياتك؟ بنت كانت معايا في المدرسه. لو رايح خناقه هتاخد مين من صحابك بس شخص واحد؟ احمد سقا طبعا. احمد سقا اكيد. لو رايح حفله ومعاك شخص واحد بس، تحب يكون مين الشخص ده؟ واحد صاحبي اسمه مروان امين. تعرف ترقص شعبي؟ اه. على اغاني ايه؟ لا بحب الرقص عموما، انا بحب الرقص، بحب كل انواع الرقص. اسم الدلع اللي تامر حبيب بيحبه؟ بص انا عندي اسامي دلع كتيره جدا، بس مؤخرا خلاص اللي بقى ثابت وبقى كل الناس بتقوله تيكو، فانا بحبه جدا. اول ما شفتها قلبك دق 3 دقات، ليه 3 وليه مش 2 ولا 4؟ والله العظيم ما اسال ابو هو اللي قال 3 دقات دي مش انا. اكتر اغنيه شعبي حبيتها؟ وتجيني تلاقيني لسه بخيري، ننننيري، ايوه انا غيري ما فيش بهوايا، انت ليا مرايه، انت عينيكي قاعده معايا، عينيكي ليا مرايه، يا جمال مرايه العين. وانت قلبك بيدق امتى؟ قلبي بيدق طول ما انا عايش وانا نايم كمان. يعني شغال ما تقلقش. اكتر ايموجي بتستخدمه في الشات؟ اللي بيضحك بدموع وقلوب في دول وبوسه. دي اسم الدلع اللي بتكرهه؟ زمان في حد معين كان بينده لي، يقول يا تمارة، بتطلع بالطه كده، مع ان انا بحب اسم تمارة بس حلو للبنات، يعني كان طالع تقيل كده، ما كنتش بحبه. اكتر اكله بتحبها وبتعرف تعملها؟ املى البانيو مكرونه وعومني فيه، وبعرف اعمل مكرونات كتير قوي. اكتر اغنيه على طول بترددها حتى في الحمام؟ لو يا عيني يا ليلي على الايام، لما تهادي قلوبنا غرام، فجاه يهون كل اللي فات. اكتر جمله بتعصب تامر حبيب؟ معلش انا متاخر عليك شويه. كم مره زوغت من المدرسه؟ يعني اول مره زوغت من المدرسه كنت في ثانيه ثانوي، تقريبا ما رجعتش المدرسه لغايه ثانويه عامه. يعني اكتر حاجه كنت بتخاف منها وانت صغير؟ انا بخاف من القطط لغايه دلوقتي، من وانا صغير يعني بقلق منهم. مفيش حاجه وانت كبير؟ يعني لو في فار في البيت ياخد البيت كله، اقفل انا الباب واروح اقعد في اي مصيبه تاخدني، لكن لو شفت فار بيجرى لي اللي ما بيجرى لي. يعني اول بوسه بريئه بوستها في حياتك؟ يا لهوي، دي من زمان قوي لدرجه اني مش فاكر. لو حياة تامر حبيب فيلم سينما، تحب يكون عنوانه ايه؟ عالرايق.